السلام عليكم خوتنا المغاربه. اكيد كلنا تندوزوا واحد المرحله اللي هي جديده، مرحله اللي هي صعيبه علينا شيئا ما، ان شاء الله غنتجاوزوها بخير وعلى خير. الله يجازيكم بخير. بغيت ناكد على واحد النقطه ديال المعلومات اللي ما متاكدينش منها، المعلومات المغلوطه، الصور اللي تتوصل، الفيديو بعد الفيديوهات تتوصل اللي هي لا اساس لها من الصحه، ما نشروهاش. الله يجازيكم بخير، نكونوا ايجابيين ما نكونوش سلبيين، ما نبقاوش غير نشدوا الفيديوهات والصور ونبقاو نبارطاجيوها. فهذه امور اللي هي ما عندنا ما نديروا بها، حنا دابا ماشي ما محتاجينش لهذا الشيء. هذا حنا محتاجين الان اننا نركزوا، اننا نتعاونوا مع بعضياتنا، اننا نتحابوا مع بعضياتنا، اننا نتعاونوا مع بعضياتنا، اننا نتهلاو في بعضياتنا، اننا شي يوري شي وشي ينصح شي، ولكن ماشي بهذه الطريقه اللي هي السلبيه. نكونوا ايجابيين اكثر، وما نساوش ندخلوا في حالنا لديورنا، ما عندنا ما نديروا برا، وليداتنا ما عندهم ما يخرجوا يديروا برا، ما نسلموش، ما نتباوسوش، ما نسلموا على حتى شي حد، ونغسلوا يدينا مزيان في النهار كامل وحنا تندورو تنغسلوا يدينا، باش اننا نتفاداو ان شاء الله هذا الشيء هذا، وكل شيء غادي يدوز بخير وعلى خير. تبارك الله عليكم.